الاهلي، وطبعا كلها بتتكلم اكيد عن صفقات النادي الاهلي وبالتحديد عن حسين الشحات وعن ياسر ابراهيم. طبعا الجرايد اللي طلعت دي طلعت امبارح، فلسه ما كانتش عندها الخبر اليقين او ما كانتش لسه عندها مصادر مؤكده من الامضاء مع ياسر ابراهيم. هنبتدي بالاهرام اللي قالت ان النادي الاهلي خلاص انهى صفقه حسين الشحات مع فريق العين الاماراتي، واتنقل اللاعب اخيرا لصفوف النادي الاهلي بصفقه قيمتها 100 مليون جنيه لمده 4 سنين ونص، وده بعد اتصالات مكثفه ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وغانم الهجري رئيس العين الاماراتي. كمان النادي الاهلي انهى اتفاقه مع نادي سموحه عشان ينتقل ياسر ابراهيم مدافع سموحه للنادي الاهلي. كمان بعتت اداره النادي الاهلي مذكره لاتحاد الكوره بتطلب فيها تنفيذ بنود العقد المبرم ما بين الاهلي ونادي اهلي جده السعودي وعبد الله السعيد، واللي بتنص على حصول النادي الاهلي على مبلغ 2 مليون دولار في حاله انتقال اللاعب لاي نادي في مصر. نروح للجمهورية اللي قالت ان في اتجاه قوي جوه الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيد عمرو جمال في قائمة الفريق للاستفادة من خبراته الكبيرة وثقتهم في قدراته الفنية وكمان لعلاج النقص الكبير اللي موجود في مركز راس الحربة بسبب اصابة وليد ازارو وصلاح محسن وايقاف كمان مروان محسن، واللي اكيد هتجبر الفريق انه يلعب ماتش سموحة بكرة من غير مهاجم صريح.